ثم حمل عمرو بن الحجاج على ميمنة الحسين عليه السلام فثبتوا له وجثوا على ركب وأسرعوا الرماح. فلما تقدم الخيل ذهبت الخيل لترجع، رشقهم أصحاب الحسين عليه السلام بالنبل فصرعوا رجالا وجرحوا آخرين. فحمل عمرو بن الحجاج من نحو الفرات فاقتلوا ساعة، وفي قاتل مسلم بن عوسجة الأسدي فشد عليهم مسلم ابن عبد الله الضببي وعبد الله البجلي، وثار من شد الجلاد غبرة شديدة وما انجلت الغبرة إلا أو مسلم ابن عوسجة صريعا على الأرض وبه رمق من الحياة. فمشى إليه الحسين عليه السلام ومعه حبيب بن مظاهر الأسدي، فقال له الحسين رحمك الله يا مسلم، وقرأ قوله تعالى فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما أبدلوا تبديلا. ودنا منه حبيب وقال عز علي مصرعك يا مسلم فأبشر بالجنة. فقال له مسلم بصوت ضعيف بشرك الله بالخير. ثم قال له حبيب لولا أني أعلم أني في الأثر من ساعتي هذه لأحببت أن توصيني بكل ما أهمك. فقال له مسلم فإني أوصيك بهذا، وأشار إلى الحسين عليه السلام فقاتل دونه حتى الموت. فقال له حبيب أفعل ورب الكعبة ولأنعمنك عينا. ثم تستشهد رضوان الله علي. وقاتل أم حبيب قتالا شديدا فقتل على أكبر سنه 62 رجلا. وحمل عليه بديل بن صريم فضربه بسيفه وطعنه آخر من تميم برمحه فسقط حبيب على الأرض. فذهب ليقوم وإذا الحسين يضربه بالسيف على رأسه فسقط لوجهه ونزل إليه التميم واحتز رأسه فهد مقتلة الحسين عليه السلام فقال عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. ثم أخذ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم خرج زهير بن القين وهو يرتجز ويقول أنا زهير وأنا بن القين أذودكم بالسيف عن حسيني، إن حسينا أحد الصبطين من عترة البر التقي الزيني، ذاك رسول الله غير ميني أضربكم ولا أرى من شيني، يا ليت نفسي قسمت قسميني. فقاتل قتالا شديدا حتى قتل على رواية بقول
وبكثرة العدد فشد عليه كثير بن عبد الله التميمي ومهاجر بن أوس التميمي فقتلاه. فقال الحسين عليه السلام حين بلغه مصرعه: لا يبعدنك الله يا زهير، لا يبعدنك الله يا زهير، ولعن الله قاتليك، لعن الذين مسخوا قردة وخنازير. وأقبل عابس ابن أبي شبيه بالشاكري ومعه شوذب مولى بني شاكر، فقال عابس: يا شوذب، ما في نفسك أن تصنع؟ قال: ما أصنع، أقاتل معك دون ابن بنت رسول الله حتى أقتل. قال له عابس: ذاك الظن بك. فتقدم بين يدي أبي عبد الله، فتقدم بين يدي أبي عبد الله عليه السلام حتى يحتسبك كما احتسب غيرك، وحتى احتسبك أنا، فإن هذا يوم ينبغي لنا أن نطلب فيه الأجر بكل ما نقدر عليه، فإنه لا عمل بعد اليوم، وإنما هو الحساب. فتقدم شوذب إلى الحسين عليه السلام فقال: السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، أستودعك الله. ثم قاتل حتى قتل. وتقدم عابس فقال للحسين عليه السلام: يا أبا عبد الله، أما والله ما أمسى على وجه الأرض قريب ولا بعيد أعز علي ولا أحب إلي منك، ولو قدرت أن أدفع عندك الضيم أو القتل بشيء أعز من نفسي ودمي لفعلت. وأضاف: السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد الله على أني على هداك وهدى أبيك. ثم مضى بالسيف مسلطا نحوهم، وهي ضربة على أجبينه وبه ضربة على أجبينه. قال ربيع بن تميم الحارثي، وكان من خيل بن سعد: فلما رأيته مقبلا عرفته، وقد كنت شاهدته في المغازي وكان أشجع الناس، فقلت: أيها الناس، هذا أسد الأسود، هذا ابن أبي شبيب القوي، فلا يخرجن إليه أحد منكم، بل أرموه بالحجارة. فجعل عابس ينادي: ألا رجل، ألا رجل. فامتنع الناس عن منازلته فرقا منه. فقال لهم ابن سعد: أرضخوه بالحجارة. فرموه بالحجارة من كل جانب، فلما رأى ذلك ألقى درعه وشد على الناس. فقال له أحد أصحابه: أجننت يا عابس؟ فقال: نعم، أن حب الحسين هو الذي أجنني. ثم حمل على الأعداء فانهزموا من أمامه. قال الراوي: فوالله لقد رأيته يطرد أكثر عددا من الناس، ثم أحاطوا به من كل جانب فقتلوه. فرأيت
فرأيت رأسه في أيدي رجال ذو عدة، كل يقول أنا قتلته. فقال ابن سعد: لا تختصموا، فإن هذا لم يقتله شخص واحد. ففرق بينهم بهذا القول. وخرج برير ابن خضير الهمداني، وكان شيخا تابعيا زائدا عابدا، وكان أقرأ أهل زمانه ويسمى بسيد القراء، وكان يرتجز ويقول: أنا برير وأبي خضير، لا خير في من ليس فيه خير. وجعل يعمل على القوم وهو يقول: اقتربوا مني يا قتلة المؤمنين، اقتربوا مني يا قتلة أولاد البدريين، اقتربوا مني يا قتلة أولاد رسول رب العالمين وذرية الباقين. فخرج إليه يزيد بن معقل ونادى: يا برير، كيف ترى صنع الله بك؟ فقال: صنع الله بي خيرا وصنع بك شرا. فقال يزيد: كذبت وقبل اليوم ما كنت كاذبا، هل تذكر يوما كنت أماشيك في بني لواذ وأنت تقول: كان عثمان على نفسه مسرفا، وإن معاوية ظل مضل، وإن إمام الهدى والحق علي بن أبي طالب؟ فقال له برير: أشهد أن هذا رأيي وقولي. فقال يزيد: أشهد أنك من الضالين. فقال له برير: هلما أباهلك، ولندعو الله أن يلعن الكاذب منا وأن يقتل المحق منا المبطل. فتباهلا ثم تبارزا فاختلفا ضربتين، فضرب يزيد بريرا ضربة خفيفة ولم يضره شيئا، وضربه برير ضربة قدت المغفر ووصلت إلى دماغه، فسقط والسيف في رأسه. فحمل عليه شخص يقال له رضي بن منقذ العبد، فاعتنق بريرا واعترك ساعة، ثم أن بريرا رمى به الأرض وقعد على صدره، فاستغاث الرجل بأصحابه. فحمل كعب بن جابر الأزدي على بريرا وطعنه بالرمح في ظهره، فنزل بريرا عن ابن منقذ بعد أن عض أنفه فقطعه، فصاح عفيف بن زهير بن أبي الأخنس: هذا برير بن خضير القارئ الذي كان يقرئنا القرآن في جامع الكوفة. فلم يلتفت إليه وضربه بسيفه حتى قتله رضوان الله عليه. فلما رجع كعب بن جابر قالت له امرأته: واسم النوار أعنت على ابن فاطمة وقتلت سيد القراء، لقد أتيت عظيما من الأمر، والله لا أكلمك من رأسي كلمة أبدا. ثم برز وهب بن حباب الكلبي، وكان نصرانيا قد أسلم على يد الحسين عليه السلام، وكانت معه أمه وزوجته. فقالت له أمه: قم يا بني
فانصر ابن بنت رسول الله. فقال أفعل يا أمة. فبرز وهو يقول لو أن تنكروني فأنا ابن الكلب، سوف تروني وترون ضربي. وحملتني وصولتي وحملتي وصولتي في الحرب، أدرك ثأري بعد ثأر صحبي، وأدفع الكرب وراء الكرب، ليس جهادي في الوغى باللعب. ولم يزل يقاتل حتى قتل جماعة من الأعداء، ثم رجع إلى زوجته وأمه وقال أرضيت عني يا أمة؟ فقالت ما رضيت حتى أتقتل بين يدي الحسين. فتعلقت به زوجته وهي تقول بالله عليك لا تفجعني بنفسك. فقالت له أمه يا بني أعزب عن قولها وارجع فقاتل بين يدي ابن بنت نبيك لتنال شفاعة جده يوم القيامة. فرجع وهب إلى الميدان وهو يرتجز قائلا إني زعيم لك أم وأب بالطعن في امتارة والضرب، ضرب غلام مؤمن بالرب حتى يذيق القوم مر الحرب. إني أمرأ ذو مرة وعصب، ولست بالخوار عند النكب. وبينما هو كذلك إذ رأى زوجته قد حملت عمودا وهي تقول فداك أبي وأمي يا وهب، قاتل دون الطيبين حرم رسول الله. فقال لها الآن كنت تنهياني عن القتال، والآن جئت تقاتلين معي. قالت يا وهب لا تلمني، إن واعية الحسين عليه السلام كسرت قلبي. فقال لها ما الذي سمعت منه؟ قالت يا وهب رأيته واقفا بباب الخيمة وهو يقول واقلة ناصرا. فبكى وأب وقال لأرجعي إلى الخيمة رحمك الله. فأبت أن ترجع وقالت لن أعود أو أموت دونك. فصاح وأب أبا عبد الله ردها إلى الخيمة. فقال لها الحسين عليه السلام جوزيت من أهل بيت خيرا، أرجعي إلى النساء رحمك الله، فإنه ليس على النساء قتال. فانصرفت عنه. بينما رجع هو إلى الأعداء وجعل يقاتل حتى اجتمع عليه القوم وقطعوا يديه وأردوه قتيلا وحزوا رأسه ورموه إلى مخيم الحسين. وكانت أمه تنظر بباب الخيمة، فأخذت رأسه قائلة هنيئا لك الجنة، أسأل الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني معك. ثم شدت على الأعداء، ثم شدت على الأعداء وهي تحمل عمود الفسطاط، فقتلت رجلين ممن قتل ولدها. فعاد الحسين إلى المخيم قائلا لها ارجعي يا أم وهب، فأنت وابنك مع رسول الله، فإن الجهاد مرفوعا عن النساء،
فرجعت وهي تقول إلهي لا تقطع رجائي. فقال لها الحسين عليه السلام لا يقطع الله رجاك يا أم وهب. وخرج نافع بن هلال الجملي فقاتل قتالا شديدا، وكان يرمي القوم بنبال مسمومة كتب اسمه عليها وهو يقول أرمي بها معلمة أفواقها، والنفس لا ينفعك إشفاقها، مسمومة تجري بها أخفاقها، ليملأن أرضها رشاقها. ولم يزل يرميهم حتى فنيت سهامه، ثم ضرب يده إلى سيفه فاستلأ وجعل يقول أنا الغلام اليمني الجملي، ديني على دين حسين وعلي، حتى أقتل اليوم فهذا أملي، فذاك رأيي وألاقي عملي. فقتل جمعا كثيرا، ومن جرح منهم فأحاطوا به يرمونه بالحجارة والنصال حتى كسروا عضديه وأخذوا أسيرا. فأمسكه شمر لعنه الله وأتى به إلى ابن سعد، فقال له ابن سعد ويحك يا نافع، ما حملك على ما صنعت بنفسك؟ فقال إن ربي يعلم ما أردت. وكانت الدماء تسيل على وجهه ولحيته. فقال له رجل وقد نظر إلى دمائه أما ترى ما بك؟ فقال نافع لقد قتلت منكم جمعا كثيرا، سواء من جرحت وأنا وما ألوم نفسي على الجهد، ولو بقيت لي عضد وساعد ما أسرتموني. فسل شمر سيفه ليقتله، فقال له نافع والله لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله بدمائنا. فالحمد لله الذي جعل منايانا على يد شرار خلقه. ثم قدم الشمر وضرب عنقه، وبرز جون مولى أبي ذر الغفاري، وكان أسود اللون كبيرا في العمر. فقال له الحسين عليه السلام أنت في إذن مني، فإنما تبعتنا للعافية، فلا تبتل بطريقنا. فقال يا ابن رسول الله أنا فرخاء ألحس قصاعكم، وفي الشدة أخذلكم، والله إن ريحي لنتن وإن حسبي للئيم، وإن حسبي للئيم، وإن لوني لأسود، فتنفس علي بالجنة فيطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض وجهي. وأضاف لا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم. فأذن له الحسين عليه السلام، فخرج وهو يقول كيف ترى الكفار ضرب الأسود بالسيف ضربا عن بني محمد، أذب عنهم باللسان واليد، فأرجو به الجنة يوم المورد. ثم قاتل حتى قتل،
فوقف الحسين عليه السلام على جثمانه فقال: اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع الأبرار وعرف بينه وبين آل محمد عليهم السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد أصحاب الحسين عليه السلام، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.